بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بحضور كريم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورة وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 1000 رجل أعمال و40 خبير اقتصادي دولي. وتميز المنتدى في هذا العام بمشاركة العديد من الدول مثل ولاية مهاراشترا الهندية ونيجيريا وزامبيا ومدينة ديجون الكورية، وتم عرض الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم على المستثمرين العالميين.